أحمد البوديري. صباح الخير أحمد. أحمد، هل اعترفت إسرائيل ربما بقصفها يوم أمس لمنطقة البقاع لمقر الجبهة الشعبية الفلسطينية، أم التزمت الصمت على كما حدث يوم أمس في حادثة الطائرتين المسيرتين على الضاحية الجنوبية لبيروت؟ ما تزال إسرائيل ملتزمة بسياسة ضبابية في التعامل مع قصف في لبنان، وهذا طبعا معاكس تماما للسياسة التي أصبحت إعلامية مهرجانية عندما يتم قصف في سوريا. لا يوجد هنالك أي مصدر لا سياسي ولا عسكري أكد أو نفى إذا ما كانت إسرائيل هي المسؤولة عن الضربات في منطقة البقاع. الجانب الإسرائيلي سوف يجتمع اليوم، الكابينت الإسرائيلي المجلس الوزاري المصغر سوف يجتمع اليوم، وذلك للمرة الأولى بعد مطالبات من أعضاء الوزراء، وذلك لفهم مجريات التطورات الأمنية سواء في منطقة قطاع غزة أو في المنطقة الشمالية. يوآف جالنت وهو عضو المجلس الوزاري المصغر قال بأننا ما زلنا نعتبر بأن الحرب هي آخر خيار يمكن أن نلجأ له، ولكن كان هنالك تصريحات قوية من فيكتور ليبرمان الذي كان وزيرا للدفاع السابق الذي ينافس في الانتخابات القادمة، الذي قال بأن هذه السياسة الضبابية في التعامل مع لبنان والإعلامية المهرجانية التي يتعامل معها في سوريا لا حاجة لها، لأنها في نهاية المطاف سوف تدفع الجانب الآخر للقيام بإجراءات وباعتداءات كما قال ليست في مصلحته وليست في مصلحة إسرائيل، فقط لإرضاء الشارع. طيب ماذا بخصوص أحمد قصف يوم أمس لغزة أو فجر اليوم لغزة؟ هل اعترفت إسرائيل بهذا القصف، ولا سيما أنها اتخذت ربما اليوم إجراءات أخرى وهي تقليص الوقود الذي تورده إلى قطاع غزة؟ القرار الذي اتخذ لتقليص الوقود لم يتم حتى استشارة المجلس الأمني المصغر الذي سوف يجتمع اليوم، وإنما اتخذه بنيامين نتنياهو، وهو عمليا إدخال فقط نصف الكمية ابتداء من يوم من اليوم، وذلك حتى إشعار آخر. هذا هو الإجراء الأول. الإجراءات الأخرى تتعلق باستمرار القصف الليلي الذي قامت به إسرائيل. الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صرح أمس بأن المكان الذي قصف كان مكتبا لكبار القادة الميدانيين لحركة حماس، وقال بأن حماس هي التي تتحمل المسؤولية. أما على الصعيد السياسي فكان هنالك أيضا تحميل للجانب الفلسطيني لتبعات القصف الذي ما زال مستمرا. أمس في سديروت عندما كان هنالك سقوط لشظايا لهذا الصاروخ في منطقة قريبة من احتفال عند الإسرائيليين في منطقة سديروت، وكان هنالك هرع لقرابة 4000 من المستوطنين، هذه المشهدية هي التي دفعت حتى عدد من كبار القادة السياسيين الإسرائيليين في المعارضة طبعا، ونحن على قاب قوسين أدنى من الانتخابات الإسرائيلية، القول بأن هذه السياسة الإسرائيلية عمليا أنهت أي إمكانية قوة الردع الإسرائيلية. بيني جانس قال بأن عمليا لا يوجد هنالك قوة ردع تم محوها بالكامل، ولا يوجد هنالك سياسة إسرائيلية واضحة في التعامل مع قطاع غزة. ولكن على الصعيد الميداني لم يتم استدعاء أي قوات إضافية، لم يتم فتح الملاجئ، ما تزال الأمور تتعامل، ونحن عموما في الليلة الثالثة على التوالي في عملية التصعيد والقصف المتبادل وتحديدا التي تقوم به إسرائيل خلال الأيام الثلاثة الماضية. شكرا جزيلا لك من القدس مراسل الغد أحمد البوديري.